خلينا نجري بسرعة على الجابون، زميلنا أيمن مصطفى اللي موجود هناك مع منتخبنا الوطني وفي أرض الملعب. أكيد أيمن هيكون عنده أهم وآخر الأخبار. أيمن بالتوفيق، ربنا معاك. أنت دلوقتي كأنك لعيب مع المنتخب الوطني، طمنا آخر الأخبار، الدنيا عاملة إزاي؟ التشكيل ظهر ولا لسه؟ اهلا بيك كابتن شوبير، واهلا بكل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. من هنا من استاد فرانس فيل، وقبل لحظات من انطلاق لقاء منتخبنا الوطني امام المنتخب الجابوني، اقول لك يا كابتن شوبير في البدايه تشكيل منتخبنا الوطني اللي يعلن ان شاء الله خلال دقائق. في حراسه المرمى محمد الشناوي، ناحيه اليمين احمد توفيق طبعا المفضله اللي كانت ما بين احمد توفيق وباهر المحمدي، في قلبين الدفاع الوين واحمد حجازي طبعا، واحنا بنتكلم دلوقتي بيمر محمد صلاح وكوكا وعبد الله السعيد اللي نزلوا من اوائل اللاعبين اللي نزلوا للاطمئنان على ارض الملعب. اكمل لك بقيه التشكيل، احمد توفيق رباعي خط الدفاع، الوينش حجازي ناحيه الشمال، ايمن اشرف. الاختلاف اللي عمله كابتن حسام البدري الثلاثي الموجود في منتصف الملعب، حمدي فتحي، عمر جابر اللي في التقسيمه بالامس لعب ناحيه اليمين، شماله عمرو السوليه، وفي المقدمه محمد صلاح، محمد شريف، ومحمد مجدي قفشه، وطبعا محمد اللي دار بشكل جيد جدا في التقسيمه بالامس، وايضا احمد حسن كوكا وكل لعيبه منتخبنا الوطني. الحاله الفنيه والمعنويه لكل اللاعبين اكتر من رائعه، وفي الوقت اللي احنا بنكلمك فيه كابتن من استاد فرانس فيل الارضيه الملعب مثاليه لاداء لقاء كره قدم رائع وممتع، الاجواء مثاليه جدا. يمكن احنا كنا يعني منتخبنا الوطني كان موفق ومحظوظ ان هو يلعب هذا اللقاء على في مدينة فرانس فيل وليس في ليبريفيل العاصمة اللي حاليا بتنهال فيها الأمطار الغزيرة جدا، وبالتالي إن شاء الله كل الأمور ميسرة لمنتخبنا الوطني من حيث الإقامة. الإقامة حتى احنا موجودين في فندق الإقامة، مش مسموح لأي بني آدم إن هو يدخل أو يتواجد إلا طبعا من البعثة المصرية، الفندق بالكامل محجوز لمنتخبنا الوطني. السفير المصري سيف أنديل موجود يوميا لتذليل كل العقبات، إذا كل شيء ميسر لمنتخبنا الوطني إن شاء الله، مش بس عشان يكسب ولكن عشان يقدم أداء مرضي لكل الجماهير المصرية. من دقائق قليلة وصل أتوبيس منتخبنا الوطني ومجموعة كبيرة جدا من المنظمين الأمن الجبني حتى اشتبك معاهم، او يعني كان في يعني عتاب او لوم عليهم ان هم يبقوا موجودين في المكان ده، لكن كلهم كان عندهم حرص شديد جدا ان هم يصوروا وينادوا محمد صلاح وهو داخل. وفي الوقت اللي انا بكلمك فيه كابتن شوبير حالا وصل اتوبيس المنتخب الجابوني طبعا بقياده نجمهم الكبير جدا بيير امريك اوباميانج نجم نادي ارسنال الانجليزي. كابتن شوبير من هنا من فرانس فيل واستاد فرانس فيل، وقبل لحظات قليله من انطلاق لقاء منتخبنا الوطني امام المنتخب الجابوني، تعود الكلمه الى لا استنى استنى, استنى انت رايح فين يا ايمن؟ ده احنا لسه لدينا كلام كتير معاك يا ايمن. اول قول لي درجه الحراره مع الرطوبه، هل في رطوبه عاليه ولا الدنيا كويسه؟ انت قلت لي ارضيه الملعب الجو بشكل عام كويس، هل في رطوبه ولا الدنيا كويسه؟ نسبة الرطوبة الصبح كابتن كانت مرتفعة شوية، يعني النهاردة أكتر يوم كانت نسبة الرطوبة مرتفعة، لكن يعني مع انكسار الشمس وأول ما الدنيا ليلت الرطوبة نسبتها قلت شوية. الجو بشكل عام لا، جو مقبول جدا ان انت تلعب ماتش كرة قدم وانت مبسوط وانت مرتاح، ما عليكش يعني ضغوطات او صعوبات اللي دايما بتبقى موجودة صحيح. في القارة السمراء وانت بتؤدي اللقاءات طيب. يعني جو مقبول جدا يا كابتن. عايز اسألك سؤال تاني، هل عندنا اي اصابات او حاجة، حد غايب عن قائمة البدلاء ولا كله كويس؟ وجود طارق حامد على دكة البدلاء وده امر نادر الحدوث، امر تكتيكي فقط لا غير. لا النهارده عدم تواجد طارق حامد يا كابتن بسبب الرؤيه الفنيه، يعني طارق كان موجود امبارح في التقسيمه في التشكيل الاحتياطي، لكن استبعاده من التشكيله الاساسيه النهارده هو موجود على دكه البدلاء، اذا هو ليس مصاب لكن هو مستبعد بسبب الرؤيه الفنيه لكابتن حسام البدري، وممكن كابتن حسام يستفيد بيه في اي وقت يعني. وزي ما بقول لك بكلمك في الوقت الحالي باتريس نوفو وقائمه المنتخب الجابوني بالكامل بتنزل الى ارض الملعب. طيب الاي دي اللي على صدرك كده، ما اعرفش حد غششني قال لي صوره محمد صلاح وصوره اوباميانج موجودين، واضح ان ده البرومو او البروموشن بتاع المباراه، مظبوط كده؟ مظبوط مظبوط، الصوره دي بتملأ كل جنبات استاد فرانس فيل في كل مكان.
ويعني موجودة في أماكن كتيرة جدا في الجابون. ده البرومو اللي معمول، المواجهة اللي ما بين صلاح وأوباميانج نجم نادي أرسنال أمام نجم نادي ليفربول. ولما كنا بنسأل الناس كلها في الشارع عن الماتش وتوقعاتهم ومين اللي هيسجل الأهداف، انقسمت الآراء ما بين دايما صلاح أو أوباميانج طبعا اللي بيحظى بشعبية كبيرة جدا هنا في الجابون، كما أيضا يحظى محمد صلاح بشعبية كبيرة جدا جدا في كل شوارع الجابون. كل ما بنسألهم عارفين مين من لعيبة منتخبنا الوطني، طبعا بتكون الإجابة الأولى دايما هو صلاح. بشكرك أيمن، شكرا جزيلا، كتر ألف خيرك الحقيقة، كل المعلومات ألهنا أيمن مصطفى من هناك من الجابون، شكرا جزيلا لك.